أهلا بكم من جديد. ويبدو نبيلة أن احتفاء باليوم العالمي للمرأة مستمر في واشنطن وعواصم أخرى أيضا. صحيح يا باسل، دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على منح جائزة التميز لنساء في أكثر من احتفال في واشنطن، وتحت رعاية الخارجية الأمريكية تم تكريم سيدات الأعمال وممثلات المرأة في قطاع المال والأعمال، وذلك في إطار تمكين المرأة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والمهني. وتنضم إلينا من مقر الخارجية الأمريكية في واشنطن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التعليمية والثقافية إيفن رايان. أهلا بك معنا سيدة رايان. في البداية، يعني كيف تسهم مثل هذه المبادرات في تعزيز تمكين المرأة في دول شرق أوسطية؟ هذه المبادرة مثل الموجودة هنا اليوم تعزز تمكين المرأة في الشرق الأوسط عن طريق الإظهار للنساء هنا في برنامج جولدمان ساكس 10,000 امرأة، أن أفضل ما يمكن أن نقدمه في أمريكا بالنسبة للريادة والسماح لهذه النسوة أن يجلبن هذه المعرفة إلى مجتمعاتهن في الشرق الأوسط، وأيضا هذا يساعد الأعمال ويوفر الوظائف والبنية الاقتصادية في الشرق الأوسط. نعم، يعني كيف يمكن أن يسهم توجه المرأة لريادة الأعمال في الحد من البطالة وكذلك الأزمات الاجتماعية؟ وجهة نظرنا في الولايات المتحدة أن المرأة جزء هام من النجاح الاقتصادي، وإذا لم نمكن النساء في الشرق الأوسط لإدارة الأعمال فإن هذا يؤخر الاقتصاد. أنت تقيد يديك من ناحية الناس الذين يمكن أن يساهموا. إذا نحن نعرف أن المرأة تستثمر في عائلاتها وفي أطفالها وبإمكانها البدء في الأعمال، هذا يساعد الاقتصاد في الشرق الأوسط، وهذا مهم من أجل الرخاء والأمن. طيب سيدة رايان، يعني دعيني أسألك عن القطاع الخاص ربما في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في أمريكا ربما أيضا في إفادة دول عربية من التجارب العالمية لإحداث نقلة نوعية في مشاريع ريادة الأعمال النسائية بشكل خاص؟ نحن محظوظون أن جولدمان ساكس هو شريك لنا في هذا البرنامج لهذا السبب بالضبط، فهو يستطيع أن يجلب الكثير من الموارد لهذه النسوة، والقطاع الخاص فيه خصائص ربما لا تتوفر في الحكومة الأمريكية. من خلال شراكتنا مع جولدمان ساكس نأمل أن الحكومة وجولدمان ساكس يمكن أن يجلبوا مهارات لهذه النسوة، ويمكن التعلم من جولدمان التسويق والاستثمار وكيف يمكن جذب مستثمرين محتملين. هذه كلها أشياء يمكن أن تجلبها مؤسسة جولدمان ساكس، وهذا يفيد الحكومة أيضا التي تستطيع أن تجلب خبراتها، والسفارات الأمريكية في العالم تحاول تحديد النسوة التي يمكن المشاركة في هذا البرنامج. نعم، وماذا عن الأولويات التي ترون أنها كفيلة بتحقيق مساواة المرأة ربما وتعزيز كذلك قدراتها الاقتصادية في الشرق الأوسط؟ هذه خطوة واحدة من أجل الوصول إلى المساواة بالنسبة للنساء في الشرق الأوسط. لو قمنا بتمكين النساء فهذا نموذج جيد يراه الأطفال، والمرأة الممكنة التي يمكن أن تدير العمل، هذا مهم للبنات أيضا وللأولاد، لأن هذا شيء يغير الثقافة. نحن نشعر بالإثارة بالنسبة لإمكانيات ما يمكن أن تجلبه المرأة من مهارات تتعلمها في الولايات المتحدة، ولكن المرأة تستطيع أن تقود في بلادها كرائدات اقتصاديات ناجحات. كما تعرفين الريادة الاقتصادية جزء من نجاحنا، ونحن نشعر بالإثارة لمشاطرة هذه المعلومات مع النسوة اللواتي انضممن إلينا في البرنامج. نعم، وبعد أشهر على قمة مراكش، كيف تنظرين للتقدم المحرز حتى الآن على صعيد
مشاريع ريادة الأعمال؟ أنا أعرف أن مؤتمر القمة الاقتصادي في المغرب كان ناجحاً جداً وكان يحظى بالتركيز من الرئيس أوباما ونائب الرئيس بايدن والوزير كيري. نأمل أنه في أعقاب هذا النجاح أن تأتي النسوة إلى هنا وأن يساهمنا في الرخاء الاقتصادي في المنطقة. نعرف أن هذا كان مثيراً بالنسبة لوزارة الخارجية أن تعمل مع الكثير من الخريجات من هذا البرنامج واللواتي شاركنا في القمة، ويمكن لهن المشاركة وتشاطر المعلومات، ومن المهم أن تكون هناك مثل هذه الشبكة. ونحن نعرف أن الكل الذي اجتمع في المغرب يشعر بالإثارة نتيجة لهذا الاختراق في المجال الخاص من واشنطن. مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون التعليمية والثقافية إيفن رايان، شكرا جزيلا لك.